like a Hellcat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محل استعمال الأسلحة، والنهاردة بنقدم لكم مقارنة جديدة. كنا قطعنا عنكم حوار المقارنة ده فترة، بس اللي جاتنا نقدمه مقارنة جديدة ما بين البلو تي ار 14، ده من الجيل التاني للبلو، ما بين الريتاي 17، وده من الجيل التاني للريتاي. تمام، دلوقتي احنا بنقدم لكم الموضوع من الاول خالص. تمام، بنعرف لكم شركة المسدس، شركة ريتاي هي يعني شركة كويسه جدا في السوق المصري، اللي نزلت 3 اجيال ورا بعض في السوق المصري، والناس بتفضلها قوي، ومن اكتر مبيعاتها اللي موجوده ريتاي فالكون وريتاي براون. تمام، طبعا شركه بلو من الشركات اللي موجوده قديمه جدا، وكانت نزلت اصدارات واختفت خالص، وبعد كده رجعت تاني بقوه بعد نزلت اصدارات البلو تي ار. كانت نزلت البلو اف 92 والبلو اف 92 اوتوماتيك، اللي دول كانوا مفضلين قوي بالنسبه للناس. وده البلو تي ار بتاعها، ده الجيل التاني بتاعها. تمام، العيار بتاع كل مسدس من دول هو 9 ملي. تمام، النظام بتاعهم فردي سحب سريع، ده الطبيعي. عدد الخزنة، عدد الخزنة بالنسبة للريتاي 17 هو 14 طلقة، وفي منه اصدارات بتنزل 9 طلقات، ده متوفر وده متوفر. الاصدار ده دايما بينزل 16 طلقة، فانت دايما عندك البلو هو محافظ على فكره ان 16 طلقه ده عدد كبير دايما معاه. تمام، الشاكوش والابره، هو شاكوش هنا ستاندرد بس ما فيهوش شريحه صلب، بس في نفس الوقت من الشاكوش القويه جدا اللي صعب انها تهلك معاك من الشغل، بس عشان الابره بتاعته حنينه عليه. تمام، سهل عليه. هنا الشاكوش ده هو شاكوش فيه شريحه صلب وخارجي كمان. تمام، وابرته نفسها برده كويسه، ومن حتت اللي ما حدش اشتكى منها خالص. ده بالنسبه للبلو تي ار 14. الشكل ده شبه الجلوك 17، ده شبه البريتا بي اكس 4. تمام، الالوان، الالوان بينزل من ده هو اسود بس، بينزل من ده اسود وفضي. تمام، الامان، القوه اولا هو ده ملوش رد فعل خالص، يعني ده الريتاي 17 ملوش رد فعل، بس في ميزه ان الطبة بتاعته داخلي من جوه. في ناس تبحث قوي عن الموضوع ده، اللي هو انا عايز طبة داخلي، فالطبة الداخلي بتاعت الريتاي 17 دي متوفرة، غير يعني دي هي زي ما هي متوضحة عنده كده في الفيديو بالظبط. تمام، طبة داخلي، بس مفتاح الاجزاء هنا تقيل قوي، يعني هو تقيل قوي، ودرجة ان في ناس تشتكي تقول انا ما بعرفش انزله، بس هو مش بايظ، هو بس تقيل شويتين. تمام، والبلو تي ار 14 هو فيه مشكله واحده، ان هو طبته خارجي، ففي ناس ما بتفضلش الموضوع ده خالص، بس بالنسبه لهم هو اكسبتبل لان هو حته تقيله ورد فعلها عالي جدا. تمام، الامان طبعا ده ملوش امان عشان شكل الجلوك 17، ده ليه امان، وامان ناحيتين، اللي هو الامان القديم اللي هو ده امان اهو. تمام، من الناحيه دي ومن الناحيه دي في نفس الوقت. رد الفعل، رد الفعل بتاع المسدس ده ملوش رد فعل خالص، ده ليه رد فعل عالي جدا، يعني تضرب بيها يهز ايدك، هينزلها لتحت. تمام، الماسوره والحاجز والتعديل، بصوا يا جماعه البلو تي ار عموما ما بيتفتحش، وريح نفسك وريح دماغك، ومحدش يقول لك تعالى ما افتح لك البلو تي ار، عشان ده في الغالب بيكذب عليك. تمام، الريتاي 17 الوحيد اللي بيتفتح، ويفضل انك لما تفتح تفتح الاصدار التسعه مش الاصدار ال 14، عشان الاصدار ال 14 الماسوره بتاعته رقيقه شويه، الاصدار التسعه ماسورته تخينه حبتين، فلما تجرب تحب تشتغل عليه اشتغل على الاصدار التسعه مش الاصدار ال 14. تمام، وده اللي يتعدل، ده ما يتعدلش خالص، لان ده قبل كده في حد غيرت له الفريم اللي تحت كله بسبب حاجه زي كده. فنصيحه مني ليك، يا ريت يعني ايه تعمل الموضوع ده، بلاش تفكر تعدل ده خالص، رغم ان ده موجود بره بيتعدل بيكون جامد جدا، بس هنا في مصر ما انصحش بيه في التعديل. تمام، طيب الترخيص، الاتنين دول ما يترخصوش بسبب ان هما اتنين مش موجود عليهم بلد المنشا. ممكن تعملها في اي مكتب دعايه واعلان تطبعها عليها، تشتغل هتبقى زي الفل. تمام، طيب
لو انت بتفكر تشتري اي واحدة من دول انا ارشح لك ايه؟ والله يا باشا، هو انت هنا دايما احب ارشح لك الرتاي عن البلو تي ار. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان الطبة بتاعته داخل، بس هما الاتنين نفس المستوى نفس الاداء. لو انت بتحب رد الفعل العالي يبقى خليك هنا في البلو تي ار 14. لو انت بتحب رد الفعل العالي بس ده واخد شوية البي اكس فور الكومباكت مضغوط شويتين، انما ده شبه الجلوك 17 بالظبط. ده جن في ناس كانت عامله له شرح على الجلوك 17 والتاسع 17، حاطينهم الاثنين جنب بعض. لو مش انت واخد بالك قوي منهم في الغالب مش هتفرق ما بينهم حاجه. بس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Like